مدرب منتخب مالي يعلن التحدي في وجه لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي بهذه التصريحات النارية قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. مدرب منتخب مالي تحدث اليوم للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن المواجهة المرتقبة بين مالي والمغرب في نصف نهائي بطولة إفريقيا. مدرب مالي أكد أنه ليس خائفا من مواجهة المنتخب المغربي، المنتخب الأقوى في البطولة بلا أي مناسب، حسب وصف مدرب منتخب مالي. مدرب منتخب مالي أيضا أثنى على جميع لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي، مؤكدا بالتحديد أن هذا الثلاثي بلال الخنوس وعبد الصمد الزلزولي وإسماعيل سيباري لاعبين كبار يستطيعون إحداث الفارق للمنتخب المغربي في أي وقت من أي مباراة. أيضا مدرب منتخب مالي أكد على صعوبة المواجهة أمام منتخب المغرب الذي يتشبث بعامل الأرض وعامل الجمهور، ولديه رغبة قوية في التتويج بلقب البطولة وسط جماهيره وعلى أرضية ميدانه. في نهاية الأمر، لمدرب مالي: الأسود لن ترحمك غداً.